سلاف وخرجي وإيمي سمير غانم تبكيان الملايين، كارول سماحة ليست هي في أحدث ظهور. استذكرت الممثلة السورية سلاف وخرجي أجمل أيامها مع والدها الراحل الناقد السينمائي السوري محمد فوخرجي، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام مقطع فيديو تضمن مجموعة صور لها مع والدها في مراحل عمرية مختلفة، مرفقاً بأغنية كدا يا قلبي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. وعلقت سلاف على الفيديو بالقول: بابا، لا أشارككم أحزاني بل أشارككم لحظاتي الجميلة وحبي. حاجة حلوة فيا، كذلك أعلنت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم فشل كل محاولاتها لتجاوز أحزانها بعد فقدان والديها النجمين المصريين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنها غير قادرة على نسيان لحظات عجزها عن إيقاف معاناتهما من الألم، وطلبت إيمي من كل محبيها الدعاء لها بتجاوز هذه المحنة الصعبة. ونشرت إيمي صورة لوالديها على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعلقت عليها موجهة رسالة مؤثرة لهما جاء فيها: كل لحظة بتمر علي شايفاكو قدام عيني، وانتو بتتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وأضافت: بس أنا مش عارفة أكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكرة هكون أحسن، بس الحقيقة إني أوحش من الأول، وكل حاجة عملتها بس مش بهدا. الحمد لله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد. واختتمت إيمي رسالتها بمناشدة محبيها قائلة: بطلب من كل اللي بيحبني يدعي لي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده، والحمد لله على أي ابتلاء أنا راضية. أنا مش قادرة أصدق لسه إن أنت سايبني. وعلى صعيد آخر، نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة على حسابها الرسمي على إنستغرام فاجأت فيها المتابعين بخسارتها وزن بشكل ملحوظ، حيث ظهرت برشاقة ملفتة. وأطلت كارول بفستان كلاسيكي باللون البيج مع تسريحة شعر ناعمة، وأرفقت الصورة بتعليق طريف قالت فيه: خسارة الوزن دليل أن بعض الخسارات ربح. وقد تفاعل المتابعون مع كارول معربين عن إعجابهم بشكلها الجديد ومحبتهم الكبيرة لها. أهمالك ليا شكراً أو قلبي مكسور لو حبك سيئ.